جبل الذهب والتباب المحيطة به تحت سيطرة المقاومة بعد أن فرت منه ميليشيات الحوثيين وكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. التقينا بأحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني والذي كان يحمل جهازا لاسلكيا افتقدته الميليشيات أثناء الفرار. استمعنا من خلاله لحالة الارتباك والانهيار في صفوف الميليشيات. يعني يا ولي الله يا انسحبوا هؤلاء الكفار الآن سيهجموا علينا كذا، ولكن والله الحمد كان الله عز وجل مع الأبطال، لأن نحن واثقون أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. في نقطة طبية للجيش الوطني ثمة أسيران حوثيان أصيبا خلال المواجهة ورفض رفاقهم إسعافهم وفروا من المواقع تاركين زملاءهم ينزفون، وهذا يكشف حالة الذعر والانهيار في صفوف الميليشيات. أصحابي راحوا لهم. من أصحابك؟ اللي كانوا معي. وصلنا قبل المواجهة ما بش أحد، ما احناش دارين. وصلت بعدها نسمع رماية، جلست رميت 4 طلقة، وبعدها أصحابي بيهربوا، كل صاحبي غطي لي ما أرضيش. الإعلام بيقولوا قدم بالفرضة قدم، والآن في مجمع معرفة. والله نحن جسنا دعسة ما كنا، بس ما عادين وين ذا الفرضة.